السلام عليكم ومرحبا بكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك ان شاء الله على الجميع. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الحلوة سهلة، مكونات ديالها موجودة في كل بيت. بلا ما نطول عليكم، يلا اول خطوة نشوفوا مقادير هاد الحلوة. لهاد العجين اشنو عندنا؟ يعني ما تقولوش هاد المقادير، يعني الحمد لله تكون توفرة في كل بيت. عندنا كاس سكر ما عامرش كيف ما كتشوفوا، ها هو دا سكر باودر. كاس الزيت تا هو تقريبا ما عامرش. عندي كاس ديال النشا او مايزينا، نشا الذره، الدقيق حسب الخليط. عندي واحد شويه د فانيليا ومعلقه ديال بيكين باودر وواحد الرشه ديال الملح. غنحطوا الزيت، مكونات، نحط السكر، بسيطة، هنضرب الزيت مع السكر، هنزيدو كأس ديال نشا الذرة، نزيد واحد شوية الفاني، ندير واحد قبيصة ديال الملح، النشا هنايا او المايزينا كتخلي لينا الحلوة شيشة صراحة. هنا غنبدا نضيف الدقيق، عندي معلقة ديال بيكين باودر وغادي نضيف الدقيق بشوية بشوية. وانا غنبدا نجمع كيف ما كتشوفوا. حصلنا على هذه العجينه، ضروري تكون ما نقصحوهاش بزاف، يعني تكون العجين رطب كيف ما كتشوفوا بحال هكا. كيف ما كتشوفوا ها هي العجينه هكا. كناخذ واحد الكره صغيره ونديرها حربول بحال هكا طويل، ونحاول نقطعها بالسكينه، نحاول نقطعها شويه مايله. تقدروا ديروا الشكل اللي بغيتوا، يعني ما تقرنوش بهذا الشكل. كناخذ واحد الكره من العجين وكندير واحد الحربول طويل وكنقطعوا بالسكين هكا شكون شويه مايل، يكونوا تقريبا نفس الحجم. ما يمكن، يعني يمكن ديروا اي شكل نتوما باغين بحال هذا الشكل. مهم انا غادي نستعنوا طبعا بشويه ديال الدقيق. انا غادي نكمل التقطيع ديالها ونرجع لكم. من بعد ما كطيب لينا الحلوه كنحاولوا ما نطيبوهاش بزاف، هذا اللون بحال هكذا. كنديروا الشوكولاط في حمام مريم ونحطوا الحلوة، ذوبوا الشوكولاتة في حمام مريم، ونجيبوا الورق ونحاولوا نحطوها في الورق بحال هكذا. طريقة سهلة، أنا غنكمل الكمية ديالي ونرجع نوريكم. مهم هذا هو شكلها النهائي، غنتسناو غير تنشف لينا من الشوكولاط مزيان عاد نجمعوها. كنتمنى الفكره تكون عجبتكم وبصحه وراحه.